شي دولة أخرى ولا يمشي خارج، لأن هذا إنتاج مغربي بالقاعدة الجماهيرية ديال المغرب. إذا اليوم هذا حدث كبير، أننا كنسترجع واحد الفنان الجوهرة، وبالطبع هذا الشيء كيجي على ثلاثة ديال المراحل كتوضيح. أولا كاين برنامج ما كيمكنش تعطيه لسيدنا كرعاية ملكية سامية، كيمشي مع برنامج، كيمشيو الفنانين اللي غادي يشاركوا في المهرجان. إذا كانت موافقة كبيرة ديال صاحب الجلالة على أن بلال يكون ضمن هذا المهرجان ديال جوهرة، وبالطبع حنا كنتمنى أو كنمشيو مع السياسة ديال سيدنا، لأن عودة بلال كنعتبرها اليوم، لكن المطلب ديالنا فتح الحدود السياسية بين المغرب والجزائر، اليوم كنعتبروا عودة بلال إعادة لفتح الحدود الفنية بين المغرب والجزائر، واللي إن شاء الله غدا تكون تعقبها فتح الحدود بين المغرب والجزائر، ويعود التضامن اللي كان في المعركة ديال إيسلي ديال 1844 اللي توحدوا المغاربة والجزائريين وكانوا جنسية واحدة، ما كاينش مغربية ولا جزائرية، جنسية ديال المغرب العربي كبير. أهلا وسهلا لنطلق على بارك الله. شكرا شكرا بزاف، ونشكرك بزاف على هذه المقدمة. وأنا حاس روحي في وسط خوتي، في وسط بلادي، يعني من 96 وأنا راني في الأغنية، وعمري في حياتي ما درت ديفيرونس بين الجزائر وما بين المغرب. أنا شاك فوا كنقول لهم سي فري ندير حفلات، درت بارت وحفلات زعما بريسك كاع ندير في تونس، في فرنسا، في ألمانيا، في ألجيريا، كلشي. من المغرب عندها واحد النخوة، عندها واحد الحاجة صعيبة للشرح، صعيبة للشرح. وبالنسبة للفريق الوطني أنا فرحت بزاف، بصح والله وصفوني، وكانت الفرحة تاعي كنت كي نشوف في المغرب الفرحة اللي كانت هنا من بعد كيما نقولوا زعما كاين الناس تفرح بيخرجوا برا ويطلعوا كسوروا كل شيء، زعما كل شغل فريق واحد ربح، هو فريق المغرب العربي، المغرب العربي الكبير كاع زعما. وشكرا شكرا بزاف، وان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا على خير. السيد الجورناليست كان يهضر معايا كيما نتوما هكا يسقسيني، ومن بعد قال لي واحد الوقت قال لي بلال لو كان نعطولك جنسيه مغربيه شاد كول. انا كي قلتها له قلت لها هكا سبونطاني، قلت له اش غادي ندير بها الجنسيه هذه هي، ما نجمش ما نضرش بلي انا كاع شادايري اللي في المغرب ونسحق الجنسيه كي تكون في بلاد ما نعرفهاش، بالك تاع روسيا، بالك باش يقولوا عندي دخلات كل شيء. مي انا اقسم بالله العلي العظيم الى في المغرب كي نكون في المغرب نكون في بلادي تاع الصح، نولي نحلم، نولي نحس روحي انا هو، نحس روحي بلي راني من المغرب، راني ما عندي حتى ما خممتلهاش. قلت واحد كان يخدم عقله غير شويه، انا راني ب 96 في فيستيفال تاع السعيديه، مي كان السعيديه هذاك مي كان هذاك غير صغير فيستيفال تاع السعيديه، وانا في خاطر ناس كازا ومكناس والعرايش وهذه، زعما انت هذه حيله باش انا باش غادي نتفلع المغاربه، زعما بلي انا نبغيكم. واحد كي تبغيه وقلتها، وانا قدام نجي المغرب
انا كنت تما بلي كنت غيواني كنت المشاهب جيلالا ناس الغيوان الرصاد السهام انا كنت مهبول تاعهم انا كنت فريمون مريض كنت نموت على الغيوان وما كانش واحد سيف عليا ولا قال لي دير الموت ناس هكا غاوا كاين هذوك اللي يبغوني بزاف بغاو شويه يكسلوها ما عليش الناس تغلط كاع وسيدي بدا ولا انا ما عرفتش كي نعبر كاع سيدي بالك انا صفري بالك انا كلمه قلتها ما عجبتش الناس ولا يا خويا انا متاسف وانا متاسف وانا متاسف اولا الاعتذار كتكون شيئا ديال الكبار اعتذرتي وبطبيعه الحال الشعب المغربي هو شعب متسامح شعب ما عندوش مع المشاكل قدرتيها قد ما درتيهاش اعتذارك اكيد غادي يكون مقبول السؤال اللي بغيت نسول الشاب بلال كيفاش تفكرتي ترجع شكون اللي قال لك رجع شنو هما الخطوات اللي درتي حتى فكرتي انك ترجع في مهرجان جوهره لا شوف انا رجعت سينا بين عيوني ما نجمش نرفض زعما وسيرتو سيرتو في السيمانه تاع الجوهرة زعما كنت زوينه ماشي من المؤسسين اللي حضرت له بديت كان عندك صغير في الله اعلم في 2011 في المنار ويعطيك الصحة في المنار وبدينا وقطعنا هذا الضومن هذا كاع في رحبة وجاتني عيب وكان يعيطوا لي ما نجيش هكا هنا واحد درت وجيت بشرف كونك يمكن تكوني والله العظيم جيت بشرف كبير يعني والفرحه اللي فرحان بها ما نجمش نعبرها ولا ما نجمش شكرا ربي يحفظك على على الحساب انا ما نقولش زعما بلال يبقى هو بلال ويمكن يجوا قل يمكن يجوا بزاف زعما ما نجمش هذه كل نهار ونهار زعما والله ما نجمش نكتب عليه مي انا متحمس ونمد كل شيء ان شاء الله سي ان شاء الله والعقول راه باين من ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا انا ما نظنش بلي واحد في هذه الدنيا هذه ما عندهاش اعداء الرسول صلى الله عليه وسلم كما عندنا في الاعداء لا بد منها ويكونوا عندي اعداء وكما كاع الناس زعما بصح لي شونسون زعما الاغاني ديالي هي ماشي غادي نقول كلشي فيها صح نيشان نشوف منافقين كتبتها زعما باسكو يغي داك الحال هكا يجي عندك واحد اليوم يقول لك يا رب داير لاباس يا ولنا والبارح كنا نهضروا عليك وحشتك ولا ومن بعد يلقاك واحد اخر يقول لك هذاك اللي قال لك هكا كان مريحت معايا في القهوه وراه هضر فيك واحد الخلاط هكا تاع ولا هذيك الابتسامه هذيك الضحكه المصنوعه هذيك ايوا كنت نكتب غنية على هاد المنافقين، المنافقين ما تكتبش عليهم غنية، كنت نكتب عليهم أنا مش عارف والله العظيم نكتب عليهم كتاب كاع وما يقدكش وتو كان نهضر على لي سوجي سوسيال أنا كنت مشي عايشين حاجة تكون ما نبغيش نبعد بزاف الأحلام سيكو الشبان وكلشي ما نبغيش نغني هنا تاع نشري طيارة ونديك الميامي ونشري البنزينة بعيدة علينا واحد ما عندناش بابا دراهم الدخان وتحكي لنا تاع الميامي نبغي نكون نبغي نقعد قاعد في الواقع زعما هذه هي واش قلت يعني موجود كل شيء انا ما ندير ما بغيتش ندير اغنيه ما نبغيش نركب الموجه وما تكون مناسبه ديك بهايا وغادي ندير كل شيء لا هذه اللي في الجزائر راه باين وكل شيء والناس على بالها وانا انسان انا نغني كلمات ولحن على سبيل زعما ما عنديش دخل في حاجه واحده الحاجه اللي ما نعرفهاش ما نروح لهاش هذه باينه ولسني بارك الله فيك قلت لي كيما كنت في الفيستيفال تاع جوهرة انا نضرب لي جوهرة قاعد توجد بالروح وهذا ماشي زعما غادي نضرب الشتاء بصح كي كنت في فرنسا نسمع بلي فيستيفال جوهرة مازال متواصل وهذا الفيستيفال كان عندي صلة معاه بريسك شخصية زعما حاجة انتيما كي شغلة فامي باسكو قلت لك بديت به هذه هي واليوم راني نزيد نعاود نقولها راني فرحان بزاف بزاف فرحه ماشي تاع النفاق فرحه تاع الصح وتاع القلب واللي في القلب يعلم به الرب راني اللي انا نشارككم في هذه الحفله ومع خوتي تاني الفنانين هنايا سعيده وكريزي وكاع كاع حتما راهم فرحانين بزاف